السلام عليكم، اسعد الله مساكم كل خير. مساء الخير ومساء الورد على الجميع، طبعا كل انه توقيته. اليوم تم تدشين شيري تيجو 8 برو ماكس لاول مره بالمملكه. السياره اللي ورانا هذه هي تيجو 8 برو ماكس الجديده 2022. فروقات تقريبا كثيرة بين التيجو 8 البرو العادية والبرو ماكس الجديدة اللي ورانا الآن، بفصل لكم إياها تفاصيل على السريع إن شاء الله، وإن شاء الله تعجبكم التغطية. طبعا بناخذ لكم بالشكل الخارجي بشكل على السريع. شوفوا اللي هناك، هذيك البرو العادية، هنا البرو ماكس. الشكل الخارجي تقريبا نفس الشكل، بنفس الإضاءات، بنفس كل شيء. تغيير بسيط فقط بالصدام الخلفي، وبوريكم الفرق بينها وبين القديمة. حاليا السيارة اللي الحين قدامنا 4 سلندر، طبعا بنتكلم عن الماكينة 4 سلندر 2000 سي سي توربو، تعطي قوة 254 حصان بعزم دوران 390 نيوتن متر دفع رباعي. هذا التغيير اللي صار ما بين البرو العادية والبرو ماكس. طبعا السيارة تجي بسبع مقاعد، 3 صفوف، الإضاءة فل LED للإضاءة الأمامية والخلفية، حساسات أمامي وحساسات خلفي، برضو كذلك 360 درجة الكاميرات، ففيها 360 درجة كاميرات. تقريبا عندكم 12 مواصفة موجودة فيها، من نقط عمياء، تحديد مسار، من مجرد انك انت تفتح الابواب وانت راكب جوا السياره، جيت بتفتح الابواب يعطيك زي التنبيه انه في سياره ماره من عندك. شوف الكروم كيف جاي على حواف القزاز كامل، برضو على الاطراف الابواب من تحت. خلينا نشوف الجنوط هنا، مقاس الكفرات 235 على 55 على جنوط مقاس 18، هذا حجم الكفرات مع الجنوط بنفس الوقت. ما شاء الله تبارك الله. خلنا نشوف ايش التفاصيل الزيادة. هنا الرادار طبعا موجود عندك بنفس الوقت، الكاميرا هنا اللي موجودة لتحديد المسار، المرايات الجانبية تصفط كهربائيا، برضو فيها كاميرا من اصل 4 كاميرات، الدخول بالبصمة، التشغيل بصمة. ما شاء الله كذا يمكن باين لكم. التغيير برضو نفس الشيء بين البرو العادية والبرو ماكس. الاسطب هناك جاي تقريبا باللون الأحمر، لكن هنا جاي شفاف، القزازة نفسها شفافة لكن كلها فل LED. هنا عندك باين انه 390 نيوتن توربو. التغيير شوفوا الدفيوزر هنا، الصدام الخلفي كيف تغير، 4 شكامين موجودة فيها من اليمين واليسار مع الدفيوزر. تيجو 8 برو ماكس، الجناح الخلفي طبعا سقف بانوراما كامل. خلنا نفتح السيارة ضغطة واحدة تنفتح معاك. الشنطة، المساحة الداخلية، خلنا نسكرها عشان تشوفون على المرتبة الثالثة. هذه المرتبة الثالثة بتكون مساحة تخزين بسيطة. هنا طبعا في تكييف خلفي مثل ما تشوفون، هنا تقدر تتحكم فيه للمرتبة الثالثة، تقدر تصفط المراتب كلها وتعطيك مساحة أكبر. طبعا برضو تغلق كهربائي، شوفوا ما شاء الله. التحديثات برضو اللي موجودة، طبعا هذه كفاءة الطاقة تمشيك 16.9 كيلو للتر الواحد بتقدير ممتاز. داخلية جلد طبعا مثل ما ذكرنا، نفس التصميم تقريبا، لكن هنا التنبيه وقت ما انت تجي تفتح الباب يعطيك التنبيه انه في سيارة جاية من الجنب. نظام الازوفيكس الخاص بمقاعد الاطفال موجود فيها، تكاية بالنص. هنا التغيير اللي صار بين الاولى التيجو العادية وهنا التيجو ماكس. التكييف الخلفي موجود، فتحات التكييف في الاولى، لكن هنا تقدر تتحكم بقوة التكييف ودرجة الحرارة برضو موجودة. الإضاءة الداخلية LED باللون الأبيض، هذا السقف البانوراما موجود. عندك هنا
قفل الأبواب وفتح الأبواب والتخزين لوضعية السائق لثلاث وضعيات، التحكم بالقزاز وضغطة واحدة تفتح وتقفل القزاز كامل أوتوماتيك، صفط المرايات، التحكم بالمرايات الجانبية. هنا عندك برضو التحكم بالمرتبة السائق كهربائي، بسم الله. نظام المنحدرات موجود، وهنا فتح الشنطة كذلك، بسم الله. شوفوا هذه الكاميرا واضحة عشان تشوفونها، ما شاء الله تبارك الله. في نظام الشفتر موجود خلف الدركسون، التحكمات اللي موجودة هنا عندك الرادار التفاعلي والقيادة شبه ذاتية، مثبت السرعة، وهنا الخاص بالميديا كامل، رد وغلق المكالمات ورفع الصوت وتقصيره والتحكم بالميديا بشكل عام. هذا الطبلون شوفوا شكل كيف، فهذا التغيير بين القديمة والجديدة. هنا صارت شاشتين كبيرة متصلة مع بعض، القديمة الطبلون لحال والشاشة من هنا لحال. هنا اختصارات خاصة بالشاشة والميوزك، هنا التحكم بالتكييف بشكل عام. عندكم برضو نظام التبريد والتسخين للمراتب الأمامية، زر السعادة برضو موجود. الإضاءة هذه اللي موجودة على الجير هذا شيء جديد مو موجود في البرو العادية، لكن في البرو ماكس موجودة الإضاءة اللي موجودة على الجير. شوفوا عندكم هنا التحكم برضو بالتكييف بالأزرة هذه، زر الحساسات، الكاميرا 360 درجة، الإعدادات الخاصة بالسيارة، الستارت ستوب تقدر تشغله وتطفيه من هنا. الستارت ستوب طبعا هذه لتوفير البنزين، انت واقف عند الإشارة تطفي معك السيارة او المحرك يطفي، لكن باقي الأشياء تكون شغالة، مجرد انه انت تبغى تمشي تضغط بنزين وتتعشق وتمشي، فتشتغل معك دايركت. تشغيل بالبصمة مثل ما تشوفون هنا، البريك الإلكتروني، الأوتو هولد، الفليشر هنا، زر الفليشر هذا مكانه جدا غريب. التحكم بالموت هنا، وضعيات القيادة طبعا نورمال وإيكو والأوفرود عشان السيارة دفع رباعي، وهنا المد وسنو سبورت. هذه وضعيات القيادة اللي موجودة تقدر تتحكم فيها من الفرار هذا. عندكم هنا الأكواب برضو، بسم الله. هذه التكاية اللي بالنص، عندك منفذين USB، هذا اللي باين لي منفذين USB، هذا الغطاء تقدر تقفله تحطه من هنا، ما شاء الله تبارك الله. سماعات للسيارة سوني، هذا شيء جديد برضو على البرو ماكس، سماعات سوني. عندك هنا الشماسات، مراية وإضاءة بنفس الوقت، الإضاءات هنا برضو LED باللون الأبيض. هذا التحكم بالفتحة والستارة حقت سقف البانوراما، المراية بنظام التعتيم برضو نفس الشيء، فيها مراية وإضاءة باللون الأبيض. بصراحة الدركسون جدا جميل، داخلية حلوة، شوفوا كيف تفصيل الديكور الداخلي كامل متصل على نفس الشكل. فتحات التكييف جاي هنا ثلاث فتحات، وهنا الفتحة الرابعة، فطالع الشكل جدا جميل. هذا الدرج موجود، بسم الله. هذه تقريبا تفاصيل، هاي فتحة السقف كيف جاية، ما شاء الله تبارك الله. عجبتني أنا مرة فتحات الشكامين هذه، بتأكد لكم بس من شغلة مرتبة الراكب. أيوة مرتبة الراكب برضو تحكمها كهربائي، فعندنا مرتبة الراكب والسايق كلها تحكم كهربائي. الإرباقات موجودة في كل مكان ما شاء الله، ستائر جانبية وإرباقات على المراتب وإرباقات أمامية، فما شاء الله
جدا جميلة. الأنظمة اللي فيها مساعدة القيادة شبه ذاتية، النقط العمياء، تحديد المسار، الرادار التفاعلي، شيء خرافي صراحة. فطوروها عن القديمة، شوفوا الشكل كامل. طبعا تجي بثلاث صفوف نفس ما قلنا. السيارة جدا ممتعة، هذه أغلب المواصفات برضو هنا موجودة. طبعا الضمان 6 سنوات أو 200,000 كيلو يهما يسبق، ضمان المصنع. الوكيل سنابل الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي للسيارات. جنوط مقاس 18، أنوار، إضاءة LED، مصابيح أمامية، كاميرا خلفية 360 درجة، فتحة البانوراما، مرايا جانبية، تصميم الشاشة المزدوج 10.3 إنش، نظام صوتي سوني، الصوتي سوني، مكيف إلكتروني منطقتين، الصف الثاني بتحكم منفصل، مفاتيح تحكم المقود، راديو بلوتوث، USB، المقاعد متعددة، خاصية ربط الهاتف بالشاشة، فيها نظام الأبل كاربلاي والأندرويد أوتو كذلك. كرسي السائق ب6 وضعيات، كراسي الصف الثاني مقسومة، مراية مكياج للسائق، زجاج كهربائي، فرامل مانع الانغلاق، برنامج التوازن، موزع فرامل، نظام مساعدة الفرامل، التعرف على إشارات المرور اللي هو اللوحات من الرادار نفسه، المساعدة في الازدحام المروري، نظام التوقف الذكي، نظام التحكم في الالتصاق، نظام مساعدة في المرتفعات، نظام المساعدة في نزول المرتفعات، حساس النقط العمياء، تحذير من الاصطدام الخلفي، تحذير من الاصطدام الأمامي، وسائد هوائية أمامية وأمامية جانبية وهوائية ستارة، نظام تثبيت مقعد الطفل اللي هو اللي ذكرته لكم. ف7 مقاعد، مفتاح ريموت، أوريكم المفتاح إن كان موجود برضو عشان تشوفون. فيها تشغيل عن بعد، قفل وفتح الأبواب والتشغيل عن بعد بنفس الوقت طبعا. وهنا رسالة ترحيبية تطلع من المراية برضو موجودة، تكتب لك على الأرض تيجو، جاية بالجهتين طبعا، من جهة السائق ومن جهة الراكب. هذا شكل اللد اللي بيكون النهاري، جدا جميل. طبعا سعر السيارة لحد الآن ما تحدد، لأنه توه مدشنة بشكل رسمي في المملكة، فمجرد أنه يتحدد السعر بإذن الله راح نغطي لكم إياه ونعطيكم أول بأول. وهذا مفتاح السيارة، فتح وفتح الشنطة وقفل الأبواب وتشغيل عن بعد. طبعا فيها شعار شيري. وكذا تقريبا انتهينا من تغطية شيري تيجو 8 برو ماكس 2022 الجديدة. إن شاء الله بإذن الله إلى تغطية أخرى. لا تنسون تشتركون معي بالقناة وتفعيل الجرس لمشاهدة كل جديد في عالم السيارات. والوصف تحت راح أحط لكم جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة فيني، سناب شات، تيك توك، إنستغرام. الله يحييكم جميعا، وبإذن الله راح إن شاء الله ننسق مع الشركة وناخذها كتست درايف ونعطيكم كامل التفاصيل وتشوفونها بشكل أوضح وتفصيل أكثر وأكثر.